كل ما يحدث الحقيقة، كل محاولات التكسير أو التعطيل أو التشويه اللي بيتعرض ليها النادي الأهلي ككيان وكنادي وكمجلس إدارة وكجهاز فني وكلعيبة، يعني الغريب جدا انه ما بنشوفش اي حاجه مشابهه او متكرره مع اي نادي تاني ايا كان اسمه وايا كان حجم جماهيريته في مصر. يعني مش عارف ليه دايما السهام منصبه وموجهه دايما على النادي الاهلي، هل لانه خارج المنافسه، هل لانه في منظومه مختلفه تماما وبعيده كل البعد عن كل المنظومات الرياضيه اللي موجوده في مصر. انا مش عارف الحقيقه، بس انا اعتقد دايما ودايما بقول، يعني بما انه احنا مهنتنا وصناعتنا هي الاعلام، دايما بقول لو مخاطب جماهير الاهلاويه وبالتاكيد جزء كبير او قطاع عريض منهم متاكد انه في ميليشيات الكترونيه موجهه، هدفها الاول والاخير شغلها الشاغل انها تهاجم النادي الاهلي، انها تكسر في النادي الاهلي، انها تكسر في نجوم النادي الاهلي، على الاقل تعمل حاله تاثير معنوي سلبي على الاجواء المحيطه بالفريق، على وعسى انه ده ياثر على مشواره في كل البطولات، مش بتكلم بس على بطوله افريقيا، في كل البطولات اللي بياخدها او بينافس فيها النادي الاهلي. على كل الاحوال انا بتهيالي انه الاهلي الجماهير الاهلاويه النهارده عندها من الوعي الكثير والكثير الحقيقه اللي تقدر بيه انها تفرز وتفهم المدلول او المغزى او الهدف من وراء اي محاوله لتشويه او تعطيل او تجريح في النادي الاهلي ورموزه. الاهم الحقيقه ان احنا بنتكلم النهارده على، انا مش عارف اسميه